في الوقت الذي يعاني فيه المزارع الفلسطيني العديد من المشاكل على المستويين الإنتاجي والتأهيلي، تنشط في الأراضي الفلسطينية مجموعة من الجمعيات التعاونية الزراعية التي تهدف لمساعدة المزارعين على تخطي الظروف السيئة التي يعيشونها بسبب الاحتلال الإسرائيلي وقلة الخدمات المقدمة لهم من الجهات الفلسطينية الرسمية. هذا حقيقة على أرض الواقع. إحنا في المزارع الفلسطيني مستلزمات الإنتاج الزراعي أسعارها أغلى من اللي بتلقاها المستوطن ب40%. يعني أي مستلزم إنتاج زراعي ثمنه عندنا 100 شيكل، عند المستوطن بيكون 68 شيكل، فهو بوفر حاله 40%. وفي إطار ذلك نظمت جمعية الإغاثة الزراعية الفلسطينية هذا الحفل لتوقيع اتفاقية مشروع تحسين قدرات المزارعين الفلسطينيين لإنتاج المحاصيل التصديرية وفق مواصفات جلوبال جاب العالمية، بمشاركة 7 جمعيات زراعية تعاونية وبدعم من الممثلية الهولندية. أهمية هذه الاتفاقية أنها هي تأتي تتويج لجملة من الجهود التي قامت بها الإغاثة الزراعية مع المزارعين والجمعيات التعاونية، وتأتي كإضافة نوعية للاقتصاد الزراعي الفلسطيني، وخطوة هامة في تطوير الاقتصاد الزراعي الفلسطيني اللي هو اقتصاد مقاوم، وتمكن المزارعين الفلسطينيين من تعبئة وتدريج منتوجاتهم في بيوت تعبئة سيتم إنشائها في هذه المرحلة. المشروع الذي يعتبر لبنة جديدة لرفع نقاط القوة للإنتاج الزراعي الفلسطيني تم وضع أسسه قبل ما يزيد على 5 أعوام، وذلك بالتوازي مع تغيير النمط الزراعي بعد المشاكل التسويقية التي واجهت المزارع الفلسطيني في الآونة الأخيرة. هذا المشروع دعم وتشجيع للإنتاج زراعة حديثة مهم جدا، ومعنى زراعة حديثة خالية من السمية جلوبال جاب. هذا المشروع رايح يعطي للمزارع الفلسطيني دفعة إلى الأمام في تقدم الزراعة، في الزراعة الآمنة التصديرية سواء للسوق المحلي أو للسوق الخارجي. الجديد في هذا المشروع أنه ينفذ في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى إدخاله منتوجي الفراولة والبندورة إلى قائمة المنتوجات الفلسطينية التي يمكن للمزارع الفلسطيني المنافسة بها عالميا. حمزة السلايمي، تلفزيون وطن.